جابوهم لي بغصب عنهم، احنا هم مش رافضين، كل الشعب السوداني رافض. لو ناكل خبزة ما نحارب ليبيا ولا اليمن، خبزة ناشفة لا نحارب ليبيا ولا اليمن. هذا ممنوع في الإسلام، ممنوع للشعب السوداني. الشعب السوداني كله يرفض يرفض، وجينا هذه الوقفة الاحتجاجية استنكار استنكار اللي حصل من الأمارات لأبنائنا. عندما عرفت أسرهم وعرفوا الشباب رفضوا هذا الموضوع شكلا وموضوعا، والبعض منهم كما نشاهد عادي للسودان. وبإذن الله الإخوة في وزارة الخارجية مزيد من بذل الجهد لإعادة كافة أبناء السودان الذين غادروا. وهنا نطالب الذين حضروا إلى ليبيا بصفة خاصة، لأنه نحن هنا كل الجالية في ليبيا تعيش منذ الهزل، يعني منذ فترات طويلة، بكل تقدير واحترام، ويعيشوا بين أخوانهم وأشقائهم الليبيين وكأنهم من أهل البلد أو من أبنائها.